بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هناخد برنامج لربح المال اسمه بلاي تايم ايرن ماني بلاينج. ده عبارة عن ربح مال عن طريق لعب الألعاب. احنا دلوقتي هنعرف مصداقية البرنامج ده. البرنامج 18 ميجا بايت من متجر جوجل بلاي لأي هاتف أندرويد. بعد كده بنفتح البرنامج بيسألك للأسف البرنامج نصاب، البرنامج مفيش أي ربح. بيقول لك أقل حد للسحب على باي بال 20 دولار، وبيديك 3600 نقطة من تقريبا 11000 نقطة، اللي هي الخمسة دولار. 11000 نقطة دول بيمثلوا 5 دولار على بطاقات جوجل بلاي إنك أنت تشتري بيها ألعاب أو برامج أو كده. واحنا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين نسحب فلوس فعلية. الفلوس الفعلية تسحبها أقل حد للسحب 20 دولار على باي بال، دي الفلوس الفعلية. وبيديك برضو بطاقات من امازون برضو نفس الكلام. والمشكلة الاكبر ان اصلا ما فيش العاب انك تلعبها عشان تربح فلوس او تربح عملات، والعملات دي تتحول لفلوس. يعني اصلا ما فيش العاب، ما فيش جيمز. بيقول لك عشان تضيف لعبة اضغط علامة النيو تاب، ما فيش اصلا نيو تاب ولا في اي حاجة. البرنامج طبعا كذب في كذب، وعايزين يخلي الناس يبين لهم ان البرنامج جميل وبرنامج ربح مال واعلانات عليه والكلام ده، وفي الاخر برنامج وما يسواش تعريفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوا الاشتراك في القناة وعمل اعجاب الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.